بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا سلام ربي في اللون ويني جان إيجن جان ذم سلايد جاني مزورة وميلقص نفكزال ناند ويني جان إيجن جان أول ذي الشرعيث ذي قبيليث يسعى غزال أول يفنو يتهدو أول يززديج يسلوغو أول يجبر يتروزو أول يتساوي دشوال ورعني أخام ذي السولة أول يتساوي ثلويث يتساوي لهنا أول سيسي فنون مدن في الرقزة سيسي تساكن الحرمة ذيني مي ذي الشرعي ثناغ ذي ثقبيلي ثناغ أول يسعى غزال ما نفذس الشرعي أدنفذر شو دين ربي دي القرآن يناد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تجد الآيات 24 إلى غاية الآية 27 من سورة إبراهيم ألمي تختم ربي ذي الآيتين 26-27 إِنَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُظِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ربي مسليد فوال ذي سورة إبراهيم سلي 24 من الآية 27 والكلمة الطيبة في تفسير ابن عباس هنا هي لا إله إلا الله وهي أصل كل كلمة طيبة لا إله إلا الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا أي غادي يفكر بالمثل لماذا باش الغاشية ذغرا باش الفهما خاطر قارن المثول ورسعنا في لسان المثول وسعينا للحدود أدفغ المثل ذكاث جناد أذي يوضع المون دونت ياك المثل يقرزن يفنون يلهان يتسكن فوذ يثروكزا يتسكن فوذ يثموسني يتسكن فوذ الحذاقة أذي يوضع كر الطرف الدولي ثمرة الأمثال لا تحدها حدود ولا تسدها سدود لذلك في كثير من الآيات أربدي قروا يضرب الله الأمثال للناس بلا حدود ودينا ركن للمؤمنين أدي قال للناس لذلك ربي سبحانه يفكي يسزل ذم قراني ووال سلام الآيات ذي سورة إبراهيم سي الآية 24 ألمذ الآية 27 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة يشبيس الطجرة يسعني زوراني وثندي القاعة ولكن يفركون علي تسكن الغلة ذي كل وان نكون ينظرات جرم كل تجرة تسكن الغلة ذي الوقتيس ولكن الطجرة يجي في دين ربي سبحانه أد تسكن الغلة ذي كل وان بإذن ربها بعد ويضرب الله الأمثال للناس المدينة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
ذي الآية الثانية ظن ربي وقولوا للناس حسنا ينيد للناس ماشي كان للمؤمنين ماشي كان للجيران ماشي كان للمولان للناس إني دوال زيضان أول يلهان النبي عليه الصلاة والسلام يكذب دا شو قلنا ذي القرآن ذي الأحاديث أطاس الأحاديث منها إمدين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أوين يمن أنص ربي يمن سلا خرث لماذا ذكر الله عز وجل بعد الإيمان بالله النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله ذكر الإيمان بالآخرة أتدرون لأن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا ولكن يهذبها الإيمان سلا خرث وريته الديار الدنيث يتكس فوذ الدنيث باش يوم نصرب يوم نسلا خرث يزرع إلا وسان إلا وزكا إلا وزكا أذي حزف مسمار يمث أذي عاسي مانيس أربي عفو يغفر إيوين يشغني وخار أذي حزفي وسني أنقارو ذيان قبل ربي سبحانه أكل من الله إن ربي في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون رب غدي قار حزفث خممث إيوسان قارو ذيارث غال مأكل مثل يعني بلا استثناء أنو غلاك ربي سبحانه أن بدذوك زاث ربي سبحانه من بعدين كل يونين زرع ذي الدنيث أثي غلث ذي لاخرث هكذا وبعدين ذينا لنسي الصنف الصنف بوجاذني خسرا فروح حسن دونيث الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خسرا يرنيوس انتو ذرتي سعان خسرا ذيك سدين ماذا بوجاذي ربحا أما الساعد نسن أذيلين ذين زدغن الجنث ذي مولان الجنث أغجال ربي سيسن مرة ربي ند في سورة الزمر خاصة في الآيات 72 ألمى للآية الأخيرة من سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ذلك فالحفن دونيث فتجارب الحياة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نعم أجر العاملين يعني أما الساد بقال يخدم عتفن في الدنيث أذغلثن في الأخرف فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أثن فهم بلي ذي الشرعي ثوالي ساعة غزال وذي ثقبيلي ثوالي ساعة غزال مردينين أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيرن ذا سنان وقيدا قبيلي إدي ربان ذي الدوني ثي دينان أي لسيلان ذاك سوم ذا شكيرن ذا سنان وقارن الجرحي قاز نغيت غيزي يحلو يروال إقازيرنو وقارن ذي الساجدان يقتضن ثاسدا يعني سواوال يتربين من الدنوياض سواوال أول أما كان يسعى غزال ذي الشرعيث يسعى غزال ذي ثقفايليث ذي نمي ذي الجماع ثم زوار وثنى ثم زورا إذي تربين المجتمع فكان سوال أزالي هما سن الحروف قلان الها كذ الميم هما هما يجي أفي ديني ومسوق ذي ثالدارف ساعي مسوقا ساعي قداشا ساعي مضبرا ذني ثني ذا قرون تالدارف
أدينين هما أن دارقلا قادينين هما داخل توشولت أديني ومغار نغسى مغارث هما خطر مديني غام مغار نغسى مغارث إلا قد يغال وزال السن خطر ما إلا يرز القدر بمغار يروح القدر انت مغارث داين ما تشكيت الحدونيث تسيدت انتو كل خطاس ذي زمانكي عدل ذي زمانكي نسيدير ولا كل شيء خرب يخلط الحبذو فرفا غافن ثليسا أطاس أطاس غير روح الليروبير ولكن سيسارة نحن أمة الأمل التي تزرع الأمل أنا أحفظ سي القرآن لكن دينا ربي على لسان يعقوب بابا سيدنا يوسف إمي يوسف روحاس ذيني تزرع مكثا مشاهوت وسند وثمثني سربا فاسات سرون أسقار يوسف تشاث وشن بوينا سدميم لابروف الدليل الإثبات باللي تشاث وشن إذا من ذي اللبساس اجتمعت عوامل الياس ولكن ربنا عز وجل انطق يعقوب الذي انطق كل شيء يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا سيسترى ولا تياسوا من روح الله ربي فغا هذه الزود قولوا نغسرم العصاه تيمد يهضر في اللسان وقال يعصانا ربي يرنا غطاس كما في سوره الزمر الايه 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمن ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم آيات وأحاديث تزرع الأمل لذلك في غادي يقبل لي روح أنت كيران تمثال مليح إلى قال الزميم النغبة شدو غالنت أرثو ذرثنا أمغار سوازاليس ثم غارت سوازاليس لو كانوا يغال روق المنسي ضرا وريت سيلا روخام ومسمن بالدن أخام جمغارا أنعاميه دار العجزة ومسمن دور الرحمة لو لم تضيع الرحمة من القلوب والله ما احتجنا إلى دور الرحمة مثل الرحمة ثلاث قولاون ثلاث ثواشولت ثلاث قذروم خطر زمري ونوري سعر الرويس وري سعر الرو بالرويس ولكن إيسا غا ثمثنيس إيسا العموميس إيسا غا ثروميس صافي مشا كايلي وبخام بمغار ولكن معلش إلا قان ذوي تمثال ستاويل سلعقل يوث يوث بعد مينو غان القرار يسدا فريد ربنا دوى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما عرقنا غفر ذان إلى قنا ذي وين ذن يوفى أن ذبع فريد السلامة أرثكين داما يخي نقر ذي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أكين قار صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من هم الذين أنعم الله عليهم يأتي التفسير في سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لذلك يثمثن ورن سيسارا يثقبيل ثقارا ذي لسازيظان يقتضن ثاسدا استقبيليث مدن فنون وياض شخصيا سن في الركزان سن فهما سن الحداقة سن السواوال يمدني فهمنا هذه اللي ذي ثواشوت هذه اللي ذي قذرهم هذه اللي ذي ثمتي ذي ثدار ذي العرش أن بعد وين الشظن ربي يعفو يغفر وين الشظن يوخر سي المثول يغدي جاني مزورة ذي ثقذيليث أن نداويني جاني جنجان وغدي نرى الشرع وتمخلف ثارا إن دما تمخلف إلا قتميا قالم ذا ثماثن ذايا
هذا ياك مي عقل ذات مثل ام صالح ولا شو قولوا نساي في فراث اكي قريم زوره ولا شو قولوا نساي في فراث مدينة ولي جاني جنجانا يغار باش نمززل غير السماح غير المصالحة في الجلسي الحقي شور تساقوال رب ذاك دي عوض اكتي دي عوض اكي فك الفاركة ذي الزمرثي اكي فك الفاركة ذي العمري الفاركة ذي مولاني الفاركة ذي الدرياك الفاركة ذي رزقي كي تخريطي ما يفكيش ربي الفاركة أفيد ذبع البركة ليسر أكيفك ربي السر ذي ليسر ثلاثة السر ذي الشغالة قلت سنوزارة ذي السواق كل شيء سنوزو ذي السواق ولكن إلا وين سنوزارة ذي السواق وسنوزارة الفهامة وسنوزارة الحذاقة وسنوزارة الصرفقة وسنوزارة الرقزة الصواب الميزان وكذا قلت سنوزونا راه ذي السواق اثنغر نمدن ذي تجماعث او كذي عرضيا او كذي العقال ذي الجوامع او كذي الشياخ او كذي مغاران او كذي سمغارين وكذي جرفن ربي ذي القرن دفس البيه خبيرا انوي ذي الخبير ذي الاكسبير وكذي جرفن كل يولد بحريشا داي جرف ذي الدوني ثاقي مدني غا ولاكي دناني مزورة أو نيجاني قنجان ما نطبقا ولاكي كان سلالنا ربي نسلكك بخير وعلى خير ياكو قور نتقابل أما غي ثواشولين النغ لن قور نثواشولين الخلاف يرمي سذ بافاس يري اللي سذ يماس يرثيس لي ثاكو تسمغارثيس ير الجار ذي الجار ير واثماثل يري شريكين يري حبيبين ير الجيران معليش أكني فغويل الخلاف إلا ولكن يسعى في فراث من خدم في مسلقي يروان النغ ولون النغ الشد نرسيد يا ربي إن شاء الله أذيري ذن ولون واذ شفحن وذماون أكانت دجاني مزورة أن ندمز ديث ولون أذ شفحن وذماون أما ذي الدنيا ثم ذي الأخر ربي ذي القرن ناد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما السعد بن أريزيز دين أوليس وإن شاء الله الخاتمة يس تسيني صفراحا تسيني قرزن شرع أغي توليه غير السماح غير مصالحة شرع أكو تقبيلي ثغت توليهن أني السين القيمة انتهمات أني السين القيمة أنت ذوكلي إن شاء الله هاغي ربي ذي الدنيث ولا ذي الآخر والسلام عليكم ورحمة الله.